الشغل بتاع الليله والشغل بتاع امس حكايه وروايه وقصه. خاصه بتاع الليله ده قسما بالله العظيم دق 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 في كل مكان. الناس دي انجغموا في المدرعات. دي اولاد المصارين البيض، شفنا صور بتاعت الفيديوهات وشفنا عمر جبريل لما جايين يصوروه لزه بتاع الكاميرا كده، حتى خجلان زمانك بتلقاه فاتح الكاميرا هو وشايل، والان الهناي ما قادر، البقال البقال ما قادر يصور الصوره، الصوره ما قادر يصورها صوره كده فيديو خايف. مالك يا ولد؟ انت ما قلت راجل؟ انت ما قلت راجل؟ انت مالك بتتغتب قد تزدزز في شنو الحاصل شنو؟ بل 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 الناس ديل خلاص بيقوا رقاقوا في مغوله، لكن ما متاكدين انه صاب، ما متاكدين والله. المغوله دي قالوا ناس هناك في المدرعات وقالوا كل الكلام ده، وقالوا غناصين لانه شافوا لمحوه وقالوا وجابوا، قالوا طقوا في الحته الصح. الكلام ده اتقال، اتقال الطقة في الحتة الصح نفس بتاعت قريبه، لكن المعلومة دي ما متأكدين منها، يعني ما مية مية بفيديو جابوها لنا قال لنا كده وطلع كده. لكن الحاجة الحقيقة انه هو كان موجود معاه الغايد فطيص، الغايد بتاعه اسمه فطيصة، الغايد حقه اسمه اللي هو فطيصة، هو غايد فطيصة جاي يعمل لك شنو؟ بالله عليك غايد اسمه فطيصة جاي يعمل لك شنو؟ هو فطيصة. انتوا ما عندكم اسامي؟ ما عندكم اسامي غير فطيصه وهناي وماسكينه ده الماكينه بشلاليف ده. الكفه الاول الكفه الثانيه انهار، قال المدرعات حاره. بتبكي مالك؟ المعامله كيف؟ يا جماعه القصه منتهيه. الناس دي اخذوا زمن والله العظيم، اخذوا زمن زياده من حقهم. ده الزمن اللص ده والله ده زياده، ده بدل الضايع. الزمن انتهى زمانك، مفروض الناس دي تتبلى ساي، اديناهم راحة ساي ودوهم بس اجازات، قول ادون اي حاجة، لكن الناس دي مروا جاد اللي بيقيفوا في دواز ضد الجيش السوداني. دي مروا جاد اللي بيقدروا يقيفوا ضد الجيش السوداني. الناس شايفهم دي كلهم والله ما فيهم راجل يقيف ضد الجيش السوداني. دي موضوع منتهي، ده موضوع ما عنده اي حاجة. الكلام ما بنقوله لك ساي، بنقوله ساي، لكن بعدين بنقول لك بتفاصيل التفاصيل. لكن الليله دقوا في المدرعات، انجغموا منهم كميه، وخلوا لهم مدرعه وخلوا لهم مدفع، وقاموا جارين. قاموا جارين مصيجين، ما عندهم غير الصيج. الوضع ممتاز جدا جدا، المدرعات متقدمه، ارتكازات متقدمه، الوضع ممتاز. مالين يمينهم. مالين يمين فول 14 ولا كلمه ولا نفس، من انتصار لانتصار، من تقدم لتقدم. الموضوع قاضي، قاضي جدا جدا جدا. نمشي قبل نشوف محور الجزيره، نشوف محور كيكل. يا جماعه الخبر بتاع كيكل ده طلع قبل شهر لما نقابل بتاع الاستخبارات الفيلق ضارف. نحن متوقعين حاجه، اديك لا من الان، نرجع ننكت اللايفات نجيبها لك، نعمل لك الفار، في تقنيه الفار موجوده. قلنا لك الناس كيكل والبيشي ديل حيمرقون بطريقه واحده، ما عندهم غيرها. اسمح كلامي ده واحفظه عندك واكتبه، والكلام ده موجود في لايف قديم قلته ليه. طريق واحد، حيجيك الزول اللي كان شغال بيهم تامي بيهم شغل، حيجيبوا لك الناس ديل سلمون، والناس ديل حيسلمون، والناس ديل عشان يطلعون. والله العظيم احنا واعيين، وقسما بالله العظيم نحن واعيين اكثر من اللازم. نحن واعيين وزياده لما شفتها، لما مقفلين الوعي. يعني اللي حيحصل بعدين نحن عارفين. لانه زول الجوه ديل مستحيل يخلون، لانه ذاك بيوقعوه الليله لو الكيكه اللي اتمسك والله الكفه الاول، البنيه الثانيه، الشلوت الثالث، كيكه اللي بيقول المعاونه. ولا يتعلق ولا يدوا الكهرباء زي بتاع الجنجويد بتاع الفيديو اللي ادوا الكهرباء عمل فيه روحه، لا ولا بحصل كهرباء ولا بحصل. شفت فيديو الجنجويدي المسكوه ادوا كهرباء بهنا عمل في روحه بهنا؟ والله كيكل ما يحصل المرحله دي. كيكل الكفه الاول، البنيه الثالثه، الشلوت الرابع، كيكل بينهار وبقول معي فلان ومعي فلان ومعي فلان. المراقه بتاعت كيكل شنو؟ المراقه الكلام اللي بتسمع فيها السيده
دي الحقيقة. المراقة بتاعت كيكل والبيشي الكلام اللي بتسمع فيه الآن، عشان كده نحن صحيين. كيكل مكانه الغبر، كيكل مكانه الغبر. شفت لو بيسلمنا الدنيا دي الجزيرة دي كاملة بممانية مكانه الغبر، ده اللي بنعرفه. شفت الدنيا دي كلها تسلم وتتحاسب، كيكل مكانه الغبر، لأنه ابن حرام، لأنه تربية حرام، ده الكلام اللي بنعرفه. كيكل الغبر، شفت الغبر غير الغبر، احنا ما بنشفى. لا تيجي تقول لنا كيكل والله قالوا والموضوع عند البرهان، والله الموضوع لا عند البرهان ولا عند العملاء اللي كانوا بيتواصلوا مع كيكل والبيشي الحامين كيكل من الطيران، ديل الموضوع اللي عندهم، اللي كانوا بيودوا الطيران بعيد من كيكل، ديل الموضوع. عشان تكونوا عارفين ما في سلم بيطلع كيكل والله الا الغبر. دار تطلع امشي تشاد عيش هناك، شوف لك اهل، امشي النيجر خلي الدوك اهل الدوك بيت تعيش فيه، امشي اي مكان الدوك حاجة تعيش فيها. لكن السودان ده والله العظيم ان قامت الغيامة ما تعيشوا في السودان، يا وسخ يا ريمم يا خنايل يا قوادين، يا ما عندكم شرف. منو تاني سوداني بيقبلكم انتوا معانا؟ يا تو سوداني بيخليكم تلفوا في الجزيرة، يا تو سوداني بيخليكم تكونوا جزء من حياتنا. ما في، ما في ولا في زول اتحدى. احنا دارين نعرف والله، بس الضابط اللي بتواصل مع كيكل، الضابط الراجل اللي بيطلع لنا بعدين يقول لنا احنا كيكل، احنا دارينه، لاننا نحن عارفين واسغين ومليون المية كيكل ده مستحيل يكون ينفد من الطيران ده بدون حامي. ده موضوع منتهي، موضوع مقفل، موضوع ستارته نازلة. احنا حارسين وانتو حارسين، طلعوا الاشاعات جيبوا بهينا، احنا قاعدين قاعدين. ودي ما اللي شاع الاولى طلعها قبل واحد قبل فتره، طلعها في صلعه، طلعها واحنا مراقبين وقاعدين، وكلامنا واضح ما بيتغير. كيكل ده والله يا كيكل الا تطلع المعاك، وقسم بالله العظيم حقنا ده والله لا بد، لا في دوله بتح فيه ولا في مجتمع دولي بح فيه ولا في عالم بح فيه ولا في زول في الارض بح فيه. حق الجزيره ده غير، ده قسما بالله العظيم غير، ده لا عفو الله عما سلف، لا كذب لا لف لا دوران، قسما بالله العظيم نقطعك حتت حتت، نقطعك حتت 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 حتت. شفت ما نخلي فيك نفخ النار، بيجي اليوم بيجي اليوم تتقطع حتت حتت، تتقرش كبدتك كده علنا، لانك انت وسخ، لانك انت عفن، لانك انت نجس، لانك انت ما عندك اخلاق ولا عندك شرف. نتحدى اي زول منو ما كان يجي يقول كيكل قال والله نركبك انت وكيكل. شفت كيكل ده غير تجيبوا لنا تدمروا لنا تحرقوا لنا نشوفه محروق كده ولا مقطع، ما عندكم حلل اصله، ما في ولا 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 شفت صغره ما في. لانه بالنسبه لنا كيكل ده هم من حميتي، حميتي احنا عارفين انه مات وانتهى، وده الرحم ده قالوا ده جنه، والباقيين كلهم يا مجنون يا بقال، يا مجنون يا بقال، كلهم فقدوا. هذا هنا ده جبريل ده وما قادر بقى يتصور، الصوره زمانك بيطلع ويصور لك فيديوهات وكل دقيقه حاضر لها اطفال، الان ما قادر يطلع قدام الكاميرا، خجلان، اتغتى زي اخته بالطرحه، اتغتى زي اخته بالطرحه، اتغتى زي اخته بالطرحه، ما قادر يفتح وشه، خايف، خايف الجبان، خايف الرمه، خايف خايف. عشان كده قصتنا نحن معركتنا من منتهيه، مقفل تكفيل 100 الان والله، محور المناقل نار وشرار فوق في السماء، يغم ساي استلام حي، استلموا لون 8 شرارات حيه، استلموا لون دفار حي، استلموا عتاد حي، شغالين استلام حي وبل، ولا وقفه ثاني. نكلمك قسما بالله ولا وقفه، قسما بالله العظيم ولا وقفه. احنا عارفين، قلت لك في شغل حصل وفي حاجات تغيرت وفي جوا شكة حصلت، الشكة دي قسما بالله العظيم الجنجوي دي اللي يموت. وشوف بعينك كلامي ده، دار تترجم وترجمه، ما بتقدر تترجم ارجع لأي غاموس ترجم به. في شكة حصلت جوا، وخاصة في محور الجزيرة المناقل والمحاور اللي هناك. امسك الكلام ده انا بقوله لك والله الا شوفه في الميدان. في شكة حصلت، الشكة دي والله العظيم الجنجوي دي ده ما يطلع منا اليوم الله. الان الشغل على مية بيضة، الان ما في خاين، الان ما في عميل، الان ما في معلومة بتتسرب، الان ما في كلام ده انا بقوله لك ومزولتي انا، ما في معلومة بتتسرب، الان ما في شكك، الان بل قدام وكل الناس اخوان، ودي الحقيقة.
عشان كذا نحن عندنا القصة انتهت، مزالة بتاعت أيام، مزالة بتاعت أيام، الناس تصبر بإذن الله تعالى. كلهم الآن وقسما بالله العظيم الجنجويد اللي قاعدين في رفاعة لابسين العراري ولابسين الجلاليب ما بيقدروا يلبسوا كاكي، قسم بالله العلي العظيم ما بيقدروا يلبسوا كاكي، كاكي ما بيقدروا يلبسوا، خايفين دايرين يطلعوا، دايرين يطلعوا، يطلعوا عديد، في ناس من الجبل ديل صيح.